نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يتحول غدا الجزائر المشاركة في القمة العربية. والتوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة. في تفاصيل، أرجع معتمد تالا جوهر الشعباني التأخير الحاصل في أشغال بناء المستشفى الجهوي سنف با بمعتمدية تالا في ولاية القصرين إلى تعطل الأشغال في فترة فقدان مادة الحديد في السوق الوطنية وفترة إضراب المصممين. فرغم انطلاق الأشغال في جانفي 2021 لم تتجاوز نسبة تقدمها 30%. وأضاف الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الأشغال التي حددت مدتها ب 24 شهرا تعطلت للأسباب المذكورة وعادت ببطء بسبب مطالبة المقاول بمراجعة الأثمان بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وبخلاص مستحقاته. وبين أنه بعد خلاص مستحقات المقاول استؤنفت الأشغال بنسق حثيث، خاصة بعد استكمال بناء أسس وأرضية المشروع وتجاوز كل العراقيل المتعلقة بالأرضية الصعبة ذات الطبيعة الصخرية، مؤكدا أن المقاول وعد بتسليم المشروع بعد سنة من الآن. في موضوع آخر، أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الاثنين بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتحول غدا الثلاثاء إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمشاركة في الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي سينعقد يومي 1 ونوفمبر 2022 بالجزائر. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلة بوجنة، وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها، خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن ونتيجة لجملة من الاختيارات والممارسات التي عرفتها تونس خلال السنوات العشر الماضية. وأكد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للخروج من هذه الأوضاع دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة انطلاق الصلح الجزائي بعد أن تم تهيئة مقر للمؤسسة، ولم يبقى على الجهات المعنية إلا تقديم أسماء الأعضاء الذين نص عليهم المرسوم المحدث للصلح الجزائي وتتوفر فيهم كل شروط من كفاءة ونزاهة وحياة حتى يسترجع الشعب أمواله. في أخبار العالم، أعلنت السلطات المغربية اليوم الاثنين أنها أحبطت أكثر من 40,000 محاولة هجرة غير نظامية وفككت 124 شبكة تنشط في هذه الهجرة منذ بداية السنة. جاء ذلك في تقرير لوزارة الداخلية، ومن المنتظر وفق مجلس النواب أن تناقش ما ضمنه لجنة برلمانية يوم الثلاثاء في إطار دراسة مشروع موازنة 2022. وأفاد التقرير بأن السلطات الأمنية ضعفت في السنة الحالية مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يتحول غدا للجزائر المشاركة في القمة العربية. والتوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.